السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشوني جدا جدا متابعين قناة روزلاند، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ويعود علينا وعليكم الأيام بخير إن شاء الله. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات للفيديو ده، والنهاردة زي ما انتم شايفين ما بطلع لكمش إلا بالحاجات الجامدة جدا. زي ما انتم شايفين كده معايا هو الفانوس القمر ده، فانوس كده يعني الحمد لله يعتبر احنا اول ناس نعمل الفانوس ده، ده متاح عندنا ان شاء الله في روزلاند، وفي شحن ان شاء الله باذن الله، الشحن موجود باذن الله جميع المحافظات باذن الله. زي ما قلت لكم اسيب لكم الرقم شغال طول الفيديو، ويا رب الفانوس ده يعجبكم. وتعالوا بقى نتكلم معانا مع بعض على الفانوس القمر ده. اول حاجه الفانوس طبعا سكت دلوقتي عشان هو ليه مكنه تحت، المكنه اللي تحت ديت انا هوريكم بيشتغل ازاي. بصوا الفانوس ده بيتشال كده اهوت، بصوا بقى يا حلوين ده حجم الفانوس اهوت، ده الفانوس بيبقى جاي معاه المكنه دي اللي بتشغله تخليه يطلع الصوت بتاعه. زي ما انتم شايفين الفانوس شكله سداسي، الناس طبعا اللي شغاله في الفوانيس فاهمه انا بتكلم بقول ايه. الفانوس شكله سداسي، ممكن تكتبي عليه اسامي، هنا مثلا الله، هنا رمضان كريم، هنا الله، مو هنا برضو رمضان كريم. الفانوس شكله تحفه قوي 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 قوي، حجمه مناسب. الفانوس تقريبا ده 40 سنتي، ده كده 40 سنتي، الفانوس الصغير 40 سنتي تقريبا، يعني انا والله العظيم ما قسته بس انا بقول لكم تقريبا 40 سنتي. موجود منه اللون الخشبي ده واللون البني بتاعه الغامق. شكله حلو قوي قوي قوي، يعني بصراحه مبسوطه بيه قوي قوي، شكله تحفه زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نتكلم شويه عن بقيه الفانوس. دي القعده اللي بيقعد فيها الفانوس اول ما بتحط في الكهرباء، القعده دي بتلف كده زي ما انتم شايفين. ما ننفعش طبعا احنا نلف القعده دي بايدينا عشان غلط جدا. ده شكل الفانوس اهوت كده ركب على قعدته، ابدا احطه في الفيشه واشغله. تعالوا بقى شوفوا معانا الهلال القمر ده، بصوا 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 الجمال، والقعده بتاعت الفانوس من تحت فظيعه فظيعه، وكمان مكتوب عليها رمضان كريم. بصوا انا بحاول اقرب لكم كل التفاصيل عشان الناس اللي بتطلب اونلاين تكون عارفه كل حاجه في الفانوس، شكله وتكاته وكل حاجه، كل صغيره وكل كبيره فيه تكون عارفاها. تمام، بصوا الفانوس عامل ازاي، بصوا الجمال، بصوا الهلال بقى كبير قوي، يعني ده ممكن تاخده هديه لخطيبتك او تاخديه هديه لخطيبك بمناسبه رمضان. ممكن تجيبيه ديكور في شقتك، يعني سي خالص مفيش هدايا، ممكن تجيبيه ديكور في شقتك على السفره مثلا في رمضان كده، جو رمضاني جميل. ممكن تقدمي هديه لصاحبتك لصديقتك لمديرك في الشغل، ممكن تهدي بيه اي حد. بصراحة الفانوس شكله حلو قوي قوي قوي، يستاهل كام، ياخد 10 على 10 الفانوس ده. شايفين اوريكم برضو حجم الفانوس من ورا من هنا، ده السلك بتاعه عشان ده لو هننور بيه ده كده. بصوا حجم الفانوس، بصوا انا كده لفيته، بصوا حجم الفانوس، قمر 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 قمر، تحفة 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 تحفة. هنا برضو كاتب عليه رمضان كريم، شايفين المجسمات ديت، شغل كده عربي جميل قوي قوي قوي. بصوا الفانوس شكله جميل جدا، ممكن انتي تغلفيه بحاجة تانية، ده اذا كنتي حابة. يعني اهم حاجة لما نيجي نشيل الفانوس بتاعنا الجميل ده، نشيل مثلا الهلال من العليقة بتاعته اللي موجودة هنا فوق دي كده، دي علقة بتاعته، ما ينفعش اشيله كده والفانوس ده محطوط، الفانوس ده يقوم جاي واقع على طول. تمام، فعشان تشيلي الهلال هنشيل الفانوس الصغير ده نحطه كده، وبعدين نقدر نشيل الهلال بتاعنا ده بالشكل اللي انتوا شايفينه القمر ده. تمام تمام كده زي ما انتوا شايفين. تمام، تعالوا بقى نجرب الفانوس ونشوفه بيشتغل ازاي. زي ما قلت لكم انا كده حطيت الفانوس اهوت، هبدا بقى هنا الفانوس الصغير اللي هو جاي معاه ده احطه على القعده بتاعته، عشان القعده دي هي اللي هتخليه يلف. زي ما انتم شايفين كده شكل الفانوس اهوت، نبدا بقى نشغله. زي ما انتم شايفين ده كده اهوت الفيشه، وانا هنا مقربه مشترك جنبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الاول خالص زي ما قلت لكم هشغل الفانوس بالمكنه اللي تحت دي كده، فك عليها الفانوس هيشتغل زي ما انتم شايفين، بايده بينور برده من جوه. تبداي تحطيه على القعده الجميله دي كده، والفيشه هنا زي ما قلت لكم اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم، بقى نحط الفيشه الجميله ديت، بسم الله
هيبتدي ينور الهلال بقى، ينور كده. هيقعد الهلال كده مثلا دقيقة، وبعد كده هيبدأ يقيد ويطفي لوحده خالص. تمام، هتحطه دقيقة وبعد كده هيبدأ يقيد ويطفي. دلوقتي حالا أنا معاكم أهو لحد الآخر، هيبتدي ينور الهلال ده، يقيد ويطفي. وبرضه هو شكله، هو قايد دايما كده، شكله جميل قوي. بص الفانوس بصراحة شكله تحفة. أو بصوا بدأ خلاص، هو زي ما قلتلكوا إن هو يقيد ويطفي. شايفين شكله ما شاء الله تحفة قوي قوي قوي. تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. اما بقى لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة علشان تكونوا من عائلتنا الجميلة، وكل سنة وانتم طيبين. اشغل لكم ده كده كمان ونقعد معاكم كمان دقيقة. بصوا الفانوس اهوت، عشان بس انا بصور نفسي. فبصوا المكنة دي شغالة ازاي، اهو ده اللي بيلف عليها. حاولي بقى تظبطي احكامه، بيخش زي تعشيق كده. بصوا الجمال تحفة 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 بجد. بصوا شكله حلو قوي. بصوا من جوه الإضاءة جميلة جدا، والسرية بتاعته متوزعة. شايفين شايفين، بصراحة شكله جميل قوي 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 قوي. بس كده، رمضان كريم عليكم يا جماعة، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون رمضان سعيد كده وحلو عليكم عن رمضان اللي فات، كان كلاته كورونا ووجع قلب وكده يعني. بس ان شاء الله السنه دي باذن الله يكون حلو، وان شاء الله هيبقى حلو باين كده يعني من اوله. كل سنه وانتم طيبين. اشغلها لكم كمان شويه. بصوا برضو المكنه فضلت شغاله ازاي. المكنه مش هتبطل ولا الاضاءه غير لما تشيليه من الفيشه. تمام، بصوا بيخش نظام تعشيق كده. المكنه والمكنه اللي بتلف دي والاضاءه دي مش هتبطل غير لما نفصل الفيشه اللي احنا عاملينها هنا دي كده. تمام، اما الفانوس المكنه بتاعته ذات نفس الصغار اللي بيلف ده بيفصل كده لما المكنه تخلص الاغنيه بتاعته. تمام كده، بس الفانوس شكله حلو قوي، وبصراحه انا بديله 10 على 10. تصميمه جديد ومش موجود عند حد غير عندنا بس في روزلاند. كل اللي عليك هتطلبي الاوردر، وان شاء الله باذن الله نقدر نوصله لك في اي مكان. وموجود شحن برده جميع المحافظات. هسيب لكم الرقم شغال طول الفيديو عشان لو عجبك حاجه تطلبيها. واشوفكم الفيديو الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين.